أهلا بكم من جديد. مع ما تعيشه البلاد من غياب الدولة والأمن، تزايدت ظاهرة سرقة السيارات وبشكل كبير، دخل فيها حتى أشخاص من جنسيات أفريقية. تبدو الساحة اليمنية وكأنها قطعة حلوى يتقاسمها المستغلون لانهيار البلاد سياسيا وأمنيا، بيد أن الفرار لا يدوم طويلا، فقد ألقت الأجهزة الأمنية على سارق السيارات بعد سرقته سيارة ثم لاذ بالفرار. وين بتروح بالسيارة كنت؟ بس سلاح هنا بس ما بيتعلم عتبعها؟ لا لا وين وتوديها؟ ما بيتعلم شو نصير مارب؟ فين بشير مارب؟ ولا ما في شيء ما في مارب لا في رقم معاك أنت تتواصل أنت هو رقم مارب؟ أيوة رقم ال الشخص هذا طبعا قام بسرقة السيارة سوزوكي حمراء تابعة لبيت اليافعي الأخ فتحي اليافعي، كانت واقفة أمام المحل حقه جوار محله في جولة المالية، وبعد ذلك أخذها وكان يسوقها بسرعة جنونية محاولا الهرب بها يعلم الله إلى أي مكان يشير بها. تم إبلاغنا من المواطنين من قبل المواطنين إلى القسم، تم إلقاء القبض عليه بس بصعوبة بعد مطاردها يعني مطاردها، وتبين لنا من خلال التحقيق ان الشخص هذا يعني انه دخل يعني جاء من السعوديه بطريقه تهريب، انه دخل السعوديه بطريقه شرعيه وجاء لها هنا تهريب. كثيرا ما يشكو الناس من سرقه السيارات، فانتشار هذه الظاهره امر يؤرق الجميع، وخصوصا مع تفاقم الوضع وازدياد الجريمه. في هنا في مخططات اجراميه لزعزعه الامن داخل البلاد هذا، واحنا هذا اللي بيضيقنا، اذا كنا من حرب الجريمه للأشخاص اليمنيين وكيف الأشخاص الأجانب. إذا انتشرت الجريمة حل الرعب والخوف، وإذا تواجدت اليقظة والأمن حل السلام، معادلة مفادها العدالة موجودة لا شك فيها. أثار انفجار أحد المصانع الصغيرة في حي الجراف بالأمانة هلع وفزع الأهالي أواخر الأسبوع، فيما تؤكد الجهات المعنية وجود كثير من هذه المنشآت بطريقة سرية، ويطالب الأهالي بضرورة خروجها من الأحياء السكنية. لم يصحوا أهالي حي الجراف من فاجعة التفجير الذي هز المنطقة جراء استهداف السجن المركزي أوائل العام الماضي، حتى فجعوا ثانية بانفجار آخر أواخر الأسبوع كان مصدره أحد المصانع الصغيرة وسط الحي. الانفجار حق أمس رهيب بشكل ما نتصور، حيث أن احنا وجدنا أنفسنا خارج البيت يعني في الحوش، احنا والجهال والعيال والأسرة كامل من الخوف، قلنا هذا يمكن انه هجوم على السجن المركزي او على الحاره او حرب او يعني ما اعرف ايش، فالنهايه عرفنا انه المصنع. هذا هو موقع الانفجار الذي بني ليكون صاله اعراس يجتمع فيها الاهالي للفرح، لكنها تحولت الى مصنع زاد انفجاره من مطالبات الاهالي باخراجه من الحي. كنا نظن على ان هذه ستكون قاعه افراح وليس مصنع كما اخبرنا سابقا اثناء البناء، وفي هذه الحالة نحمل المسؤولية المجلس المحلي وأمانة العاصمة الذين سمحوا لإقامة مثل هذه المصانع الخطيرة. الجهة المعنية في وزارة الصناعة والتجارة تؤكد وجود عدد كبير من المصانع بدون تراخيص عمل، وأنها تنفذ إجراءاتها حال وصول بلاغ بذلك. غالبية المعامل التي تقام بطريقة غير نظامية، تسمى طريقة غير نظامية غير منتظمة يعني غير مسجلة في الوزارة، يسجلوا بطريقة عشوائية يعني خوفا من الضرائب وخوفا، فلذلك تجد غالبية المعامل الصغيرة في البدرومات وغير مصرحة ولا تعلم عنها حتى الوزارة لأنها بطريقة سرية. نحن نعرف أنه أي منشأة تبنى هناك ترخيص بناء، هناك تصاريح بهذه الأشياء، ونعرف أن هناك من يعقب ويداوم. كيف عندما نبني منازلنا نفاجأ أن هناك من يأتي يطالبنا برخصة، يطالبنا بأشياء كثيرة من هذه الحاجات، تمام؟ وهذا الحجم الكبير بهذا الشكل يعني لا يعني ما فيش رقابة عليه ولا كيف يعني؟ عندما تتلقى الوزارة أي شكوى من الحارة أو من المواطنين أو من المكان كذا، على طول تنزل لجنة من الوزارة مهندسين يكشفوا على المعمل ويرفعوا تقرير سريع ويتم معالجته. انفجار هز حي الجراف رغم عدم وجود إصابات، إلا أن الأهالي مصممون لإخراج المصانع من الأحياء السكنية تفادياً لكوارث محتملة. تزخر مدينة حبان بشبوة بكنوز أثرية تعود إلى أكثر من 1000 عام، وأهلها يطالبون بضمها لقائمة التراث العالمي.
ما تزال مدينة حبان في شبوة من المدن التي يسعى أهليها لضمها لقائمة المدن التاريخية في اليمن، نظرا لما تمتلكه من كنوز أثرية لا تعد ولا تحصى، وفي مقدمتها عمارتها الطينية المتميزة. تعتبر مدينة حبان مدينة تاريخية قديمة ولها عمر تاريخي طويل، يمتد عمر مدينة حبان إلى ما قبل الدولة الواحدية، ما قبل حوالي 800 عام، كما أن جبل كدور يعتبر شاهد آخر على تاريخ هذه المدينة. كريف المياه ونفق صخري وأسوار أثرية بعضا من كنوزها الثمينة، أما مكتبة مدرسة الزهراء الحبانية فهي واحدة من معالمها التي ما تزال صامدة منذ أكثر من 100 عام، بالإضافة إلى ذلك مصنعة حبان الشامخة التي تقع على أعلى قمة جبلية وسط المدينة الأثرية. مدينة حبان مناطق التاريخية، وللأسف الشديد لما تحظى بأي اهتمام من قبل الدولة أو أي منظمات دولية، ونرجو من الجهات المختصة النظر لهذه المنطقة لأنها تحظى بالكثير والكثير. هذه حافة اليهود تحكي قصة التعايش السلمي بين المسلمين واليهود في المدينة، حيث كانت تعيش الطائفة اليهودية قبل الرحيل إلى فلسطين. كما تشتهر المدينة بوجود عدد من الجوامع والمساجد التاريخية، وأهمها جامع حبان. إلى حد الآن لم تحظى بأي دعم ولا أي توجيهات، لا من إدارة المديرية ولا من المحافظة. رغم ما تحويه حبان من جواهر ثمينة متعددة، إلا أننا وجدنا هنا من يأسف لعدم اهتمام الدولة اليمنية بكل هذه الآثار والمعالم. مدينة تاريخية تفتقر لأهم الخدمات، ومن أهمها البنى التحتية مثل الصرف الصحي، مثل المباني الآثار القديمة التي تعتبر تاريخ عريق للمدينة أصبحت تندثر. مكتب السياحة في المديرية يعبر عن أسف لإهمال تراث وتاريخ حبان رغم متابعته المستمرة للجهات العليا. تقاريرنا نطلع بها كل سنة يعني، ولكن لحد الآن عادة نتابعها في السلطة في المحافظة ومن السلطة في المحافظة إلى العاصمة صنعاء. حبان حكاية مدينة عاهية ازدهارا ثقافيا ومدنيا وحضاريا يؤهلها لأن تكون ضمن مصافي المدن التاريخية محليا ودوليا، فهل آن الأوان لذلك؟ جمال شنيتر لبرنامج صدى الأسبوع، محافظة شبوة. في ظل غياب الدولة والنظام تنتشر كل المظاهر السلبية، وتستغل مثل هذه الأوضاع من ضعاف النفوس، ومنها انتشار البناء العشوائي في المدن اليمنية مع غياب واضح وتام لدور الأجهزة الأمنية. يعد الشكل الحضاري والعمراني سمة من سمات عواصم البلدان لما له من أهمية سياحية واقتصادية، لكنه في أمانة العاصمة يواجه مشكلة كبيرة طغت هذه الأيام، هي ظاهرة انتشار البناء العشوائي خصوصا في أطراف العاصمة. سعي الناس للبناء في أماكن غير مخططة، يعني حتى مع تواجد مساحات واسعة مخططة، يعني يرغبوا في بناء في مساحة أو في منطقة بعيدة لعدة أسباب. السبب الأول رخص الأرض، لأنه الأرض طبعا لما تقدم بمخطط بخدمات يكون سعرها مضاعف، هذا سبب جوهري، وهو ما زلنا لحد الآن نحن بنعاني منه، ما فيش ضبط للبناء. تسبب ظاهرة البناء العشوائي حرمان كثير من المناطق من خدمات البنية التحتية كالكهرباء والمياه وغيرها من كثير من الخدمات. العشوائي يبدأ أولا بالاعتداء على المساحات الخدمية، من مدرسة، من حديقة، من مسجد، من روضة، هذه اللي احنا بنحددها في المخطط. أول اعتداء على المخطط يتم في هذه الناحية، ومن ثم على الشوارع الشريانية أو الشوارع الداخلية اللي بتخدم حدود الجوار. انتشار البناء العشوائي مسؤولية قد يتحملها المواطن مناصفة مع الجهات المعنية التي بدورها لها أسبابها التي تجعلها عاجزة عن أداء دورها بالشكل المطلوب. البناء العشوائي هذا منظر غير حضاري في هذه، خاصة في أمانة العاصمة كونها عاصمة اليمن، ولكن يعني هذا يعود على نص يعني 50% من جهات يعني المواطنين، ان هذا تفريط، وهذا لا يعني يصلح ان نكون يعني كيمنيين حضاريين. والمواطنين كلنا نتفاعل مع هذا يعني البناءات العشوائيه الغير لائقه، لاصبحت العاصمه يعني عاصمه يمنيه حضاريه تليق بان نتكلم انها عاصمه اليمن الحضاريه. الموازنه اللي بيتم لمشروع التخطيط، يعني مشروع التخطيط كان في الاعوام السابقه من قبل 2011 كان ميزانيتها 230 مليون، الآن ما تجاوز 40 مليون.
230 مليون الى 240 مليون سنويا. هذه ميزانيه بس مشروع التخطيط اللي بيتم على اساسه اليوم او السنه هذه لم تتجاوز ال 40 مليون، يعني فارق كبير جدا. فاكيد هذا بيكون حجر عثرا ان احنا نمشي على برنامج تخطيط المدن بشكل حضاري يواكب متطلبات الحياه من مشاريع وبنى تحتيه، امر اساسي تعود الفائده فيه على الانسان بالدرجه الاولى. منذ الانطلاقة الأولى لثورة التغيير في العام 2011 وحتى اليوم ظل يسقي المتظاهرين الماء وأصبح يشار إليه بساق ثورة. من ساحة التغيير بتعز نروي قصة مطهر. المفهوم الفريد لمعنى التفاني في الفعل الثوري هو أن تثور في سبيل حياة الثائرين أكثر من حرصك على الموت في سبيل الثورة. مفهوم انفرد به مطهر بلقب ساق الثورة بعد استشهاد ناشطين شاركوا هذا الابتكار. بدأنا بتسقية الشباب منذ بداية ثورة 11 فبراير في شارع جمال. بدأت الفكرة عندما لاحظت بعض الشباب كانوا مثلا ما يستطيعوش أن يشتروا خلاص ماء، يعني كانوا يخرجوا وهم ما فيش معهم شيء. فبدأت الفكرة في رأسي بتوزيع الماء في الأكياس بالمسيرات، وبعدها أخذت الدبة وبدأت أوزع على الشباب. وأجد بفعل هذا بأني مثلا أشعر بالراحة الكثيرة، لأن معظم الشباب عندما يشربوا من يدي أشعر بأنني لو في يدي أن أنا أشربهم أربع خمس، يعني بأربع خمس أيادي لا أستطيع أن أشربهم. منذ الانطلاقات الأولى لثورة التغيير بالحال متعز اختار مطهر نزولا مصحوبا بدبة ماء يروي بها عطش الثائرين، يستدين دبة بعد أخرى ويهمس في أوساط المتظاهرين. ساق الثورة في خدمتكم. أنا سقيت من هذه الدبة معظم الشهداء والجرحى، والله يشربوا من هذه الدبة معظم الشهداء والجرحى في المسيرة. تمام. وأنا أعتبر إن الشباب الذي شربوا من هذه الدبة وسقطوا في المسيرات وسقطوا في الساحة من شهداء وجرحى، أنا أعتبر بأن لي عهد علي لهم بأن أبقى وأستمر. الثورة في نظره مبدأ والتزام وتضحية وفعل خير، راية وهتاف ودبة ماء، وتاريخ يدون لها شهيدها وجريحها ساقيها موزع كؤوس الماء تحت كل يافطة احتجاج وتظاهرة في مسيرة الحياة وخيام الاعتصام. سقاي الساحة هذا من 2011، وهو أيضا كل يوم صباح لابد أننا أتوجه فيه في كل المسيرات، مشارك في كل الفعاليات بدبته وأقلاصه، أيضا يسقي كل الضماء الذين يشاركون في المسيرات اليومية. في 2011 أيضا حمل دبته أيضا وهو متوجه في المسيرة التي توجهت إلى صنعاء. أيضا هذا الشاب رغم أنه عفيف وفقير إلى حد كبير، إلا أنه أيضا يتسلف المبالغ المالية ثمن الماء ويسقي الناس بالمجان ولا يأخذ مقابل من أي أحد. لدى ساحة الحرية بتعز وغيرها ذخيرة من هذا القبيل الإبداع الثوري. ما دمت حيا يا يمن تجري من قلبي كالدم، فنحن أرض الجنتين إلى الحضارة أنتمي، أقسمت أن أمضي إلى صنع الغد المتبسم وأظل أشدو دائما شدو الشغوف المغرم. مؤخرا انتشرت مكاتب للتوظيف في ظل تزايد حالة البطالة وفي اللادولة استغلالا لحاجة الكثير للعمل للاستفادة من الرسوم تحت وعود لا تطال. بين الأوضاع المتدنية للبلاد تغلق الكثير من المحال التجارية وتحجم أخرى بسبب خسائر تتكبدها جراء الأزمة الحالية مما انعكس سلبا على الطبقة الكادحة. نسبة بطالة كبيرة بين العمال وخريجي الجامعات للبحث عن فرص عمل تؤمن لهم لقمة العيش. من هنا كان انتشار مكاتب التوظيف التي باتت منتشرة مؤخرا بشكل ملحوظ بترخيص بعضها وانعدام أخرى، مستغلة بعضها حاجة الناس لها. فمنهم من تطلب 500 ريال رسوم إحضار الملف إليهم، ثم يظل المواطن العاطل المغلوب على أمره ينتظر اتصالا منهم دون جدوى إلا ما ندر. بالنسبة للمؤسسات أو المنظمات الربحية التي
تتعامل من أجل الانتهازية أو من أجل استغلال الطلاب المتخرجين من الجامعات. فأعتقد أن هذه المؤسسات أو الشركات الربحية المفترض أنها تخضع إلى رقابة الدولة بحكم أنها استغلت هذه الأمور واستغلت الأوضاع المتردية للطلاب. وبالمقابل هناك مكاتب توظيف لا تأخذ شيئا إلا بعد أن يتم توظيف طالب العمل. نحن متخصصين في توظيف العمالة داخلي وخارجي. يعني داخلي نتعاقد مثلا مع شركات محلية، ممكن تحتاج الشركات المحلية هذه ناس وعمالة، يجي الناس يقدم عندنا استمارات وملفات، نتواصل مع الشركة، نسق مع الشركة، بعد ما يقبل الشخص ممكن ناخذ مثل راتب شهر منه حسب يقسط عليه شهرين من راتبه، ما في مشكلة. يعني رسوم قبل ما ناخذ ولا ريال نهائيا. والله نحن لا ناخذ، لانه انت بتقدم اول شيء جانب انساني، يجب ان تخدم هذا الشخص، فاذا خدمته وحققت له الهدف الذي هو سعى اليه فتاخذ منه عمولتك فقط، بس فيما بعد تاخذها، مش في البدايه وهو يقدم. ففي بعض يعني استغلاليين انهم يعملوا هذا الشيء، واحنا نستنكر هذا الشيء. وأكد لنا وكيل قطاع العمال في وزارة الشؤون الاجتماعية عن الضوابط التي منحتها لأصحاب مكاتب التوظيف أو التشغيل لممارسة عملها دون استغلال للمواطن. أنا باعتقادي أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل معنية بالدرجة الأولى في أنها تنظم هذا الموضوع. حسب ما يعني عرفنا من بعض الشباب أنهم بيأخذوا من الموظف راتب مقسط على شهرين أو طبعا لو أثرنا سؤال هل هناك قانون ينظم مثل هذا التقاضي، هي كثيرة على موظف كادح أو على شاب كادح بشكل، أنا أشوفها أنها كبيرة بشكل يعني ربما يؤثر على الشاب بشكل مباشر. ما هي النسبة اللي يدفعها العامل أو الموظف لمكتب التشغيل؟ بما أن مكتب التشغيل هو زي ما ذكرت وسيط بين صاحب العمل وطالب العمل، فيحتاج موازنة تشغيلية. فالقرار رقم 10 لسنة 2002 حدد لا تزيد عن 1% يدفع طالب العمل لمكتب التشغيل، لا تزيد عن 1% ما يقارب مرتب شهر في حال تم توظيفه، ويتم التفاوض مع المكتب إذا دفعها على دفع ولا دفعة واحدة هذه ترجع. وبين المكاتب التي تسعى للكسب من المواطن الكادح وبين شبح البطالة القابل للتوسع في ظل الأوضاع الحالية تكمن المشكلة الأكبر، فهل من رقابة مكثفة على مثل هذه المكاتب؟ يشكو سجناء الأحداث بمركز حجة تحويل قضاياهم إلى محاكم غير متخصصة بقضايا الأحداث إلى جانب طول فترة المحاكمة وعدم وجود منظمات تهتم بقضايا الطفولة. في السجن المركزي بحجة إصلاحية للسجناء الأحداث ليس لها من اسمها نصيب، ففي هذا المعمل يسكن 14 طفل حدث، وبهذا العنبر يسكن آخرون، كلهم شكوا جور واقع مرير وحكم أمر. قد لي 3000 شوية في حجة، بس قد لك خمس كل خمس. قد لي استجنت في حارات واستجنت في. تتكلم لا تقطع. أيوة ده أنا محبوسين هنا، قد لي أنا ما حد دور بعد أنا ولا داري في أنا لأن محكمة ولا نيابة ولا شيء مفلتين، مننا 8 أنفار هنا محبوسين داخل غرفة صغيرة كنا ولا داخل زنزانة مكتوم علينا، وفي الليل ننكتم خلاص نحس بكدمة، والغرفة على ما تشوفوا هذا كي صغيرة. يغلقوا علينا الباب بالليل. نعاني من الزحمات في هذا السجن، معمل وسكن، نشتري لنا سكن يعني منفرد الحالة لأنه الزحمة. شوف كيف المكاين، كيف 14 نفر داخل هذا المعمل. ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، وذلك بإصدار أحكام من 10 سنين، وقد يصيب بعض الأحداث بالحالة النفسية، ويعني وما عاد يخرج خارج السجن صالح المجتمع، يخرج معقد. معاناة كبيرة شكاها لنا الأحداث تتمثل حد قولهم بضياع تقاريرهم الطبية وإحالة قضاياهم من قبل النيابة العامة لمحاكم غير مختصة بالأحداث وغيرها الكثير. الأحداث في السجن المركزي بحجة يعانون في البداية في النيابة العامة، وذلك بإخفاء التقارير الطبية، ومن ثم أو أحيانا يتم تجاهلها، ويتم إحالة الأحداث إلى محكمة غير مختصة في نظر قضايا للأحداث. الأحداث شكوا لنا أيضا أنه نتيجة لإخفاء تقاريرهم الطبية حدث حكم إعدام، بالرغم من وجود تقرير طبي يثبت أن السجين لا يزال حدث. دخلت السجن المركزي وعمري 15 سنة،
لذلك القاضي عنده تقرير طبي من مكتب النائب العام حكم علي بالإعدام مع اثنين انفار، حكم عليهم بالإعدام وحكمني معهم إعدام. لذلك أنا لا أذنب بشيء. إيش بتطالب الآن أنت؟ أنا أطالب من حقوق الإنسان لمكتب النائب العام، طالب النائب العام ينظر في التقارير الطبية حق الأحداث على أنهم بيبيعوها. يعني عدم البت في القضايا من قبل الجهات المختصة، وفي هذا الحال نرجو منهم الاهتمام بذلك وسرعة إنجاز القضايا لكي يتم التخفيف والعفو عن السجناء. النيابة العامة في تواصلنا معها امتنعت عن الإدلاء بأي تصريح، والمنظمات المعنية بحماية الطفولة وحقوق الإنسان لم تزر يوما أحداث مركز حجة حد قولهم، ومستقبل مجهول ينتظرهم خلف هذه القضبان. فؤاد رزيقي لبرنامج صدى الأسبوع.